حياكم الله مشاهدينا الكرام، مشاهدي قناة الفلوجة الفضائية، كل عام وأنتم بألف خير. كل عام والشعب العراقي وجميع المحافظات العراقية من الشمال إلى الجنوب بألف ألف خير. اليوم رح نأخذكم بجولة خاصة بأيام عيد الأضحى المبارك، ورح نرصد اليوم فرحة الأهالي، فرحة العوائل، فرحة الناس اليوم المتواجدين السائحين في المدينة السياحية في الحبانية. نحن الآن متواجدين على ساحل المدينة السياحية في الحبانية في محافظة الأنبار. راح نعيش وياكم أجواء الفرحة، أجواء السعادة، أجواء البهجة اليوم مع عوائلنا العراقية من هذا المكان من محافظة الأنبار، وبالتحديد المدينة السياحية في الحبانية. خليكم ويانا لكن بعد الفاصل. متواصلين وياكم مشاهدي الكرام في تغطية خاصة حول أجواء العيد هنا من المدينة السياحية في الحبارية بمحافظة الأنبار. الآن معنا عائلة من عوائلنا العراقية. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. اليوم هنا شلون شفت أجواء العيد بالحبانية؟ والله أجواء العيد كلش حلوة، والعالم متونسة ومرتاحين زين، وبوجود القوات الأمنية وبوجود الناس الطيبة اللي جاي تسعي وتسعي أكثر وأكثر بسبيل تسعد هاي العوائل العراقية. نعم. حضرتك من وين؟ أنا من بغداد الدورة. نعم. شارع أبو طيار. نعم. ده نشوف هنا أغلب العوائل موجودة من محافظات يعني خارج محافظة الأنبار، هذا شيء يدل على أنه هنا الأمن والاستقرار الموجود في محافظة الأنبار. والله الأمن والاستقرار والأمان يعني الحمد لله كله شفناها يعني أمان مو طبيعي محافظة الأنبار خاصة الحبانية، حيل أمان والحمد لله والشكر. زين، شنو عندك ممكن موهبة شوفنا إياها سمعنا إياها؟ تغني. تمام، الكاميرا. قل لي حبي لك مات، قل لي نعود هيهات، بس السحرة مات عشرتنا سوية. أنا سويت لك قول وسويت لي، طيتك عمري والروح وانت تطبي. اسكت عيني فدوى كلامك صار ذي، بس الزم لسانك لا تحكي علي. سر بيناتنا سر من أغلى الأسرار، وأنا أقول لك الصار مو أني خطيء. شكرا وعاش صوتك، نتمنى لك الموفقية. مشاهدينا الكرام متواصلين وياكم، راح نشوف هنا الأخ يوسف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. اليوم أجواء العيد بالمدينة السياحية بالحبانية، دا نشوف البهجة والسرور على عوائلنا العراقية هنا محافظة الأنبار. شلون تشوف هنا أجواء العيد يعني؟ والله أجواء كلش حلوة، مستمتعين والحمد لله والشكر أمان، وهاي نشوف هاي الأجواء العائلة العراقية متونسة والحمد لله والشكر. اليوم جيت أنتو؟ اليوم جينا إحنا. نعم. لا. يعني راح تقضون إن شاء الله أيام العيد هنا؟ إن شاء الله لا، عندنا راحة ثانية لأربيل سيمانية، يعني اليوم وباشر إن شاء الله لأربيل. اي اجواء كلش حلوه والحمد لله. كشباب هنا يعني طقوس واجواء العيد شلون تقضوها يعني؟ نسبه يعني بال هذا النهار، وجبنا ويانا اكل وسفره والحمد لله. اللي قبلك سمعنا اغنيه، انت شنو عندك موهبه ممكن؟ انا ما عندي والله صراحه. الكاميرا لك يعني مثلا. خلي اللوجو عندي انا. سمعنا اغنيه فشي حلو للعيد. ايه يلا
يلا ارجع بالذاكره ارجع بالذاكره. بس انت وحدك لي اشوفك بين ايدي. هاي زين يا مطرب، هذا هيثم يوسف. اي نعم. غيرها شنو غيرها؟ يلا شكرا جزيلا. اذا مشاهدينا الكرام خليكم ويانا، احنا متواصلين وياكم في هذه تغطيه عيد الاضحى المبارك. هنا اجواء عيد في المدينه السياحيه في الحبانيه. اليوم نشوف عوائلنا العراقيه، هي من تزرع الامن والاستقرار والمحافظات العراقيه. اليوم نشوف من أغلب المحافظات العراقية اليوم موجودين بالمدينة السياحية. راح ناخذ هنا الأستاذ. السلام عليكم حجي، شونك؟ الله يحفظك. كل عام وانت بخير. انت بخير. عيد أضحى مبارك إن شاء الله على الجميع. إن شاء الله كل عام وانتم بخير، بصحة وسلامة وستر وعافية من الله، وأمن وأمان لشعبنا العراقي. أهم شيء الأمن والأمان. يعني لو ما الأمن والأمان هذه المدينه السياحيه متر نعم، لا كان تطورت ولا كان حضرها اي مواطن حقيقه الامر. وهاي النظره العامه، شوفها هي نظره شكليه لكن تبشر بخير، وخاصه من بدايه دخولنا مدينه الانبار بصراحه بلا تملق الى ان دخلنا مدينه حبانيه، تعامل لطيف جدا وحافز للانسانيه والوجدانيه. انتم اهلنا مهما من اي محافظه تكونون، انتم اهلنا، انتوا اهل الدار واحنا الضيوف. لا هذا الكلام من طيبه قلبك ونقاء نفسك الراقي، وهذا دليل، هذا دليل على حسك الوطني واهتمامك بابناء شعبك. واكيد احنا يعني هذه الجموع اللي نشوفها بالمدينه السياحيه هي وحدها هي رساله، هي وحدها رساله. نشوف احنا اليوم ابن بغداد، ابن الجنوب، ابن كردستان موجود هنا، فهذه رسالة لجميع المحافظات العراقية، رسالة للأبواق النشاز. اليوم خلونا بأجواء العيد وفرحة العيد، ورح ناخذ الحجية هنا. حجية السلام عليكم، كل عام وأنت بخير إن شاء الله. بخير يا ربي، صحة وسلامة، ينعاد عليكم بالصحة والسلامة والأمن والأمان يا ربي. والله أجواء حلوة، ومدينة الأنبار تجنن. هاي أول مرة أنا أجيها. هاي أول زيارة للأنبار. أول زيارة للحبانية هم. شلون شفتي هنا الأجواء بالحبانية؟ أمن وأمان، ويعني ماكو شيء، كلش حلوة. جاي من بغداد؟ من بغداد نعم، من الدورة. يعني شنتوا متوقعين أنه تشوفون هيك أجواء بالمدينة السياحية؟ لا والله ما متوقع. أنا رايحة للرزازة، بحيرة الرزازة، مو هيك، لا مو هيك. ما بها اهتمام مثل هذا الاهتمام. إن شاء الله عيد أضحى مبارك. وتعالي عمو تعالي، هاي كانت تسبح. وعليكم السلام. شلونك عمو؟ تعالي لي هنا، تعالي هنا. شلونك عمو؟ تعالي اقعدي. زين، شنو عندك اليوم؟ ايش سامعيننا؟ مال امي. يلا امي جنى الله يقول امي اللي علمتني الاصول، امي بيها الخير اشوف، امي كعبه بيها طوف، أم دكتورة هو، وما أحلى من الهوى، كون أحول عمره إلها وكون أنا موت القبر. صباحك عيد أضحى مبارك عليك إن شاء الله. تسلم. قالوا لي أولاً أنت اسمك عراق، مو صحيح؟ صحيح. منا قالوا لي عندك موهبة، شنو موهبتك؟ الغناء؟ إيه. زين، إيش راح تسمعنا اليوم؟ هاي قلبي. هاي قلبي. يلا صدلة على الكاميرا. هاي قلبي الحنين. تابتك ذيك السنين بها اغمال كلش ولك يبان، اللي ربيته بدي فجأة شوخان، والعشق يهان على عمر اللي ضاع يمهم حلنا ديمان. كان كل الغاز حجيه اسعى لما وشوف قلبه يعيش وشوف، ولتحس يريد يبعد التقلع عوف. الله الله، شلون نشوف هنا اجواء العيد؟ والله حلوه، اجواء حلوه. ايه شكرا شكرا. اذا مشاهدينا الكرام اليوم
جولتنا من المدينة السياحية بالحبانية. اليوم بدنا نشوف زميل المصور شوفني أجواء العيد هنا بالحبانية. مثل ما تشوفون الناس فرحانة اليوم، يوم عيد، والناس أغلبيتها يعني تقضي أيام العيد في هذه الأماكن الترفيهية. ويانا الآن الحجي أبو ميثم والحجية أم منهم. ناخذ الحجية ونقولها كل عام وانت بخير. الله يسلمك عيني، وانتم بألف خير إن شاء الله. سنة اللخ إن شاء الله أنتم حجاج عرسان إلى ما متزوجين، الله يخليكم أولاد صالحة. حجية نشوف اليوم أنت والحج هنا جايين للمدينة السياحية. أيوة. اليوم الأجواء حلوة بالمدينة السياحية. رحمة خير. أيام عيد اليوم نشوفها أجواء جميلة جدا. اليوم شلون شفتوا الأجواء أنتم؟ والله رحمة بخير، أنا أول مرة جاية للمدينة هاي. نعم. أول مرة بحياتي يعني، والشكر لله. الله يخليكم ويخلي الولد، خلي الروح يوم، خلي الروح يا أبي، الله خلي الروح. حياكم الله. الله يخليك. الطقوس الأجواء العيد قبل وهسه أكو اختلاف يعني؟ اختلاف هواية يمه. نعم. قبل بالعيد وين كنتوا تطلعون؟ قبل إحنا بالنسبة لنا هم يخلونا نطلع من شنة بنات وحديثات، ماكو طلعة. يلا قاعدين بالبيت، خطاطير يجون، خاصة البيت الكبير أبو العائلة. نعم. هاي تجي وذيك تجي وبتك تجي وشنتك تجي وابنك يجي وقرايبك وبن عمك وجدك وعلى هرنة يجون يعايدون الكبار. هسه لا، الأجواء تختلف. هسه أول ما يطلعون الصغار، والكبار يظل قاعدة بالبيت. والله أول ما تطلع هسه الصغار، هسه لا ما شاء الله متونسين مرتاحين البنات والولد الله يخليهم إن شاء الله. نقول والله إن شاء الله دوم الله يديمها إن شاء الله من نعمة. يا بنتي فضيلة يا ابني، علينا وعليكم وعلى أمة محمد بالخير والسلامة ويشفينا الشر. وإحنا نقول اللهم اهدي قلوب حكامنا علينا. آمين. والله الله يهديهم علينا الكبار الله يخليهم. حجي اليوم شلون شفتوا الأنبار أنتوا بهاي زيارتك الأولى للأنبار؟ ما كنت تسمعين عنها قبل بس ما شايفتها. ما شفت الأنبار، هي هاي طبينا بها الأنبار يسموها. الأنبار المدينة السياحية هسه حاليا موجودين. سياحية حلوة، أنا أول مرة دا أقول لك شايفته. يعني من شبابي اليوم هسه عمري 75 سنة أول مرة أجي. وأنا بيت بغداد. من بغداد. بغدادي الكرادة. يعني أول مرة أجي. يحجون حبانية حبانية. من يجيبنا حبانية؟ هاي أول مرة الحمد لله سجينا الحبانية. يعني حجية يعني أنتوا نعرف أنه الأمهات دائما قبل العيد يبدن يحضرن الكليتشة. الكليتشة والشكليت والكرزات ونخبز ومسوي نحضر كبة ودولمة ومدري شنو للضيوف حتى يعني نكون مستعدين. هسه كل عيني يخابرون دريفري مدري مريفري يجي له دليفري. هسه يجي أبو الماطور صاح له ألو عين يجيب لنا دجاج وتمن وخلصت راحت. قبل احنا وين؟ قبل ما كان موجود هذا الدليفري والموتور. احنا دليفري كنا. احنا للرحمة. الله يعطيك الصحة والعافية. زين حجية احنا قبل يعني نعرف امهاتنا قبل عدن هاي الهوسات مال القبيل والاشعار دائما تكون بها يعني غاية، خاصة الكلام قبل يعني. مو ذول الاهل الاشعار والراية اهل العمارة. احنا مو عمارة. زين ما تسمعين شيء يعني؟ ما اعرف يعني اشعر له اذب هوسات، لا فرح ولا حزن. قلت لك ذول اهل العمارة اللي يهوسون اهل الجنوب، احنا الوسط ما نعرف. يعني لا بفرح نعرف نهلهل ونهوس، ولا بحزن نعرف نعيط ونذب هوسات عنه. الله يبعد عنكم الحزن حجية. خلينا نشوف ابو منو حضرتك. كل عام وانت بخير حجي. الله يسلمك ابو ميثم. حياك الله. اليوم انت والحجية بالانبار بالمدينة السياحية. بل. شلون شفتوا هالمدينة السياحية؟ زين الحمد لله خير يعني. حجية تقول انا اول مرة اجي للانبار يعني. اي بل. اي هي اي الانبار يعني اكيد حجية هو اول مرة ويا شيخ ما يقدر يعوفك يعني. احنا ما نطلع واحد هسه وبعد صرنا كبار احنا. ما يطلع هو وحده ويا جماعه، لو انا اطلع وحده ويا جماعه. احنا شفناكم طبعا من بعيد انه انتم سويه، قعدتوا سويه وتمشون سويه بهالعمر هذا ما شاء الله يعني. يعني سافرنا هوايه الشكر لله، سوى اثنيناتنا نطلع.
حتى مو ويا الولد، نطلع ويا مثلا عكام قبل يسموه حمله دار. نعم. الحمله دار هم مثل وجهك وولادنا هم مخابرهم خطيه، يجون عليه للباب له اصور الجواز ويسوونه وياخذونه ويسافرون ونسافر والموعد بالمطار، وانا كل شيء ما مطيتهم على الثقه. نعم. اي والله والشكر لله. نرجع لابو ميثم هنا. حجي كل عام وانت بخير وعيد اضحى مبارك ان شاء الله، ان شاء الله يا ربي نشوفك على جبل عرفه. يعني انت حاج اعتقد مرتين رحنا بس للعمره يعني. نعم. انا والحجي اي بل بس الحج كل ما نقدم على الحج ما يطلع. نعم. ما يطلع السنة ان شاء الله يكتب لكم الحج. لكن اليوم بدنا نشوف احنا انتم هاي قعدتكم هاي الجميله على ساحل المدينه السياحيه مرتاحين بهاي القعده. اليوم الاجواء بالمدينة السياحية جميلة، أجواء عيد، أجواء فرح، أجواء بهجة. اليوم هذه أنت شلون توصف هاي الأجواء؟ جميلة طبعاً، ويا الناس هاي الناس الطيبين وأنتم طيبين. شكراً. والله يحفظكم إن شاء الله وتشيكم شر التيهات إن شاء الله. الحجية تقول أنا والحجي حب أبدي. أيوة. وإحنا هذا الشيء لاحظناه من بعيد، يعني اذا تمشون سوا وقعدتوا سوا ما شاء الله كانما بعدكم بدايه حياتكم شباب. والله يعطيكم الصحه والعافيه. الله يسلمك رحم الله والديك. تسلم ابو من الله يحفظك. انا ابو سديم. سديم ابو سديم. اي نعم. شنو معنى سديم؟ سديم السدم السماويه اذا سمع بها. اي اي انا طبعا خاتم القران بحدود اكثر من 30 مره ما شاء الله، حافظ سورة الياسين على الغيب وسورة الواقعة تبارك وعم ذني حافظين الحمد لله والشكر. الله يعطيكم الصحة والعافية حجي. احنا اليوم سعيدين بهاي القعدة الحلوة وياكم، ونتمنى لكم أجواء وأوقات سعيدة إن شاء الله بالمدينة السياحية. إذا مشاهدين الكرام خليكم متواصلين ويانا، راح نشوفكم الأجواء هنا على ساحل المدينة السياحية، وراح نشوفكم فرحة العوائل وفرحة السائحين هنا في بلاج المدينة السياحية. خليكم متواصلين ويانا. عام وانت بخير. وانت بألف خير ان شاء الله. ينعاد عليكم صحه وسلامه ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الله اليوم شلون شفت اجواء المدينه السياحيه بالحبان؟ اجواء حلوه ومرتبه، ونتمنى بعد اكثر واكثر تزداد المناطق السياحيه، لان متنفس تعرف احنا من محافظه بغداد ما عندنا متنفس طبيعي بغداد. زين من ناحيه بس عندنا نهر دجله ويعني اقطع كافي. نعم. اليوم يعني هذه زيارتك الاولى لمحافظه الانبار؟ لا هاي الثانيه اكيد. الثانيه شفت حلو جيت اليوم جبت اصدقائي. نشوف عوائلنا يعني فرحانه، عوائلنا بالعيد اليوم. هذا العيد يعني اجواء جدا جميله، الامن والاستقرار اللي موجود هنا، فرحه العيد، فرحه الناس، فرحه الاهالي، فرحه ضحكات الاطفال. شلون تشوفون هنا اليوم هذه الاجواء يعني؟ والله شنو تعبر؟ والله خوش اجواء حلوه مرتبه الصراحه، وعوائل زين ما اعرف احكي كيف غلس تمام. بس غلس صار عند ارتباك قدام الكاميرا ماكو مشكله. اذا ويانا هنا السلام عليكم وكل عام وانت بخير. السلام ورحمه الله حبيبي، كل عام وانت بخير وصحه وسلامه وعافيه ان شاء الله. نعم. اليوم هذه زيارتكم الاولى لمحافظه الانبار وبالتحديد المدينه السياحيه، لو جايين قبل؟ اي انا بالنسبه لي اول مره اجي، صديقي كان جاي مره قبلنا فحكينا على الاجواء حلوه والله والناس والاجواء كلش حلوه، فعجبنا ان نجنزو هنا نعيد. نعم. ايه. نعم. جاي انت وعائلتك لو؟ لا احنا جماعه اصدقاء بيناتنا، حددنا يوم واتفقنا وجينا على الاجواء هاي الحلوه. هذه الاجواء ان شاء الله دائما نشوف هاي الاجواء الجميله مو بس بالاعياد، في جميع الايام ان شاء الله. واذا نشوف احنا يعني العوائل هنا يعني على ساحل المدينة السياحية في الحبانية يعني مطمئنة ويسودها الأجواء الفرح والبهجة، وإن شاء الله هذا الشيء دائما نشوفه في محافظة الأنبار وفي المحافظات العراقية. خليكم متواصلين معنا مشاهدي الكرام في هذه الجولة الخاصة بأيام العيد بعد ما نشوفكم الناس هنا شلون فرحانة. عام وانت بخير. والف خير ان شاء الله على الجميع وان شاء الله على شعب العراق كله اجمعين. سياحيه حلوه يعني ما بيها كل شيء يعني، مناظر حلوه يعني، بحيره حلوه يعني، العوائل الشباب
اول مره تجون هنا لو جايين قبل؟ اكثر من مره، عده مرات نجي هنا احنا للسياحه، يعني ذيك الجمعه قبلها يعني جايين هنا، موجودين متواجدين هنا بالحبانيه. يعني اجيتوا كشباب انت واصدقائك اكيد للمدينه السياحيه، مو صحيح؟ اليوم شلون الاجواء هنا بالعيد خاصه؟ والله اجواء العيد هي تعرفتها بعد اجواء العيد، يعني سر زخم، يعني فرح وزخيم وزخيم. فاحنا شفنا اليوم الموضوع حلو فاجينا هنا نتونس ونرجع لبغداد ان شاء الله. حياكم رحم الله والديك. كل عام وانت بخير. السلام ورحمه الله. يا الله السلام عليكم واهني وبارك الى الشعب العراقي، واول شيء قناتنا الروعه الفلوجه، يعني غني عن التعريف، المدينه الحبانيه غني عن التعريف ودخولها واستقبالها، يعني روعه ومدينه حلوه والسياحه يعني منظر طبيعي واجواء حلوه ومرتبه. يعني بس احنا نلاحظ على شغلات يعني قليله ان شاء الله هم بعد اللي يترتبونها يعني يناظرون عليها، شغلات النفايات ما نفانات يعني يعتنيون بها، وشغلات بعد مرتبه وان شاء الله هني وبارك الاخوان. احنا جايين من بغداد نتعنى على الاجواء. حياكم الله في دول عمرك الله يسلمك. يعني نهني ونجي نتعنى والاجواء حلوه ونباركهم واستقبالهم كلش حلو، ما قصروا ويشهد الله. يعني احنا مو مجامله تشوف قناه او هاي، لا ما نبالغ ولا هذا، ما عندنا هذا الشيء. بس نلاحظ يعني قلت لك انا عن النفايات وعلى الترتيب شويه اعتناء، دخولها احسن دخول واستقبال احسن استقبال. جينا من بغداد اللي هنا قواتنا الامنيه ما حد وقفنا، ترتيبه بعد يعني غني عن التعريف، والاجواء حلوه والعيد واغاني ونسوي احنا شباب نحب نتونس ونطلع للحبانيه. يعني هاي جايه الثانيه، اول شيء جينا جايه وحده شفنا استقبال حلو ومرتب وذاك المرحبا وعين وغات وكلش حلو الاستقبال، رجعنا كررناها. ليش؟ احنا جينا مو على المي، جينا على الاستقبال وعلى الترتيب ومرتبه، يعني مدينه كلش حلوه. وانا اشكر قناه الفلوجه واشكر يعني هذا الترتيب والاعتنايه بالشباب، وما يخلون واحد يعبر على العوائل، الشباب واحد، قواتنا النهريه انا جزيل الشكر لهم ما يخلون الشاب يعبر على العوائل، شباب واحد والعوائل واحد، وانا جزيل الشكر من يمكم ما قصرتوا يشهد الله. يعني شفت الصوره المشرقه للانبار اليوم عكس ما يروجوا له بعض الناس، يعني اليوم الانبار هي بيت الكل، عراق مصغر. اليوم شفت الصوره الحقيقيه للانبار، يعني الصوره غنيه عن التعريف يشهد الله، غنيه عن التعريف، يعني روعه وما لك دخل. يعني اكو هواي ينشرون على التواصل الاجتماعي يروجون ان الحبانيه مو حلوه، الحبانيه لا، غني عن التعريف الحبانيه واستقبالها يعني كلش حلو. انا وربع جينا على الونسه تعنينا من بغداد اللي هنا. نعم نعم ان شاء الله ان شاء الله. نعم اذا احنا اليوم اذا نشوف هنا هاي الاجواء الجميله ويا شبابنا وعوائلنا العراقيه من جميع محافظات العراق، نشوف ابن كربلاء وابن النجف وابن الانبار وابن بغداد وجميع المحافظات العراقيه اليوم متواجده هنا ب المدينة السياحية في الحبانية. زين اليوم نريد نعرف شنو المواهب اللي عندكم ممكن قدام الكاميرا، يعني غناء والله عندنا يعني سباحة، لا يعني سباحة نسبح نتونس. صوته حلو؟ لا والله مو صوته حلو، والله مو صوته حلو، والله مو صوته حلو. تعال هنا قدام الكاميرا وسمعنا يعني صوته مو حلو والله. يلا عيد وحب هاي الليل الناس معيدي، عيد وحب هاي الليل الناس معيدي، عيد وحب هاي الليل الناس معيدي. يعني شكرا شكرا دول عمرك الله يسلمك. دوم الفرحه ودوم اهني السرور والسعاده. اهني واشكر قناه الفلوجه على تواصلها يعني تنظر على هاي المناطق والاجواء السياحيه وانا اشكر واهني لاهل بغداد، اشكر واهني لاهل بغداد لان يجون يغيرون جو والشباب يتونسون جميع المحافظات بدون استثناء. وانا شكرا لكم وخادم مكانك خالي، بس مكانك خالي سيد محمد وعلي. أهني وبارك له. محمد هسه يسمعك إن شاء الله. عن سيد محمد أبويا وكان خالي وعلي. أهني وبارك لعوائلنا على هذا العيد الفطر المبارك، عيدنا عيد الأضحى، عيد الأضحى
لشعبنا شعب العراقي ان شاء الله فرحه ودومها ان شاء الله كل سنه علينا وبالفرحه والدوم. اشكر الى اهلي واخوتي وناسي ابي وام وكلهم العائله وشكرا لكم ان شاء الله. صغيره هي صغيره يعني اتمنى منكم رئيس الوزراء ويعني والباقي شو اسمه الرؤساء كل يكتبون هاي المنظر يعني مثلا مدينه الحبانيه تتبع يعني على اكثر استثمار اكثر على حال المدينه السليمانيه. نعم مو يعني يعني هسه مثل المدينه المدينه مال السليمانيه سدوكان نفس سدوكان ما سدوكان نفس المنظر مو لو لا يعني هسه حبانيه نفس المنظر اكيد مو لو لا بس هي تبتون هاي الشغله زين مثلا خيم بس شيل عن العوائل نفايات مثلا مناظر يعني حلوه يسوونها ان شاء الله امر الوزراء ان شاء الله توصل هذه المناشده. احنا مستمرين وياكم مشاهدينا الكرام في هذه التغطيه الخاصه بمناسبه عيد الاضحى المبارك، ومن هنا ومن هذا المكان نقول كل عام والشعب العراقي بالف خير. خليكم متواصلين ويانا في هذه التغطيه الخاصه لكن بعد الفاصل. حيا الله حيا الله الآن مع عائلة عراقية نشوفهم ديشون الدجاج، لكن احنا اليوم نريد نسلم عليهم ونقول لهم كل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بألف خير، موفقين ان شاء الله، صحة وسلامة على شعب العراق والأمان ان شاء الله. نريد الصحة والأمان والعافية والستير زين، وهاي الأجواء كلش حلوة. صلوات على محمد. يعني فرق هواي. من وين انتم؟ انا من كربلاء. حياكم الله. حيا الله اصلك. حيا الله كل محافظاتنا العراقيه. الله يحييك. هنا بالانبار. الانبار هي دائما هي مدينه محافظه السلام، اليوم بدنا نشوف ابن كربلاء وابن النجف وابن بغداد وجميع المحافظات العراقيه، اليوم عراق مصغر هنا. هذه زيارتك الاولى للانبار؟ والله الثانيه، لانه الامان بعد كذا صار الحمد لله والشكر من خلال يعني دولتنا زين. أكيد. اي الحمد لله وجاي نجي وماكو شيء ومرتاحين، وهاي شوف كل العوائل هنا ناس مرتاحه. صلاه على محمد. فرق هواي كلش هواي فرق. نعم زين. شو انت تتوقعون انه الانبار ترجع بهالمستوى هذا؟ لا لا ما كنا يعني اللي مر على البلد مستحيل واحد يوصل لهنا، بس هسه انا جيت هاي ثاني مره زين، كلها يعني ما شاء الله كلها زين، امان من ناحيه الامان امان فول زين الحمد لله. نعم. ده نشوف هنا العوائل يعني يفترشون الساحل بكل امان وطمانينه يعني. يعني من ناحيه الامان قلت لك يعني الحمد لله، يعني من كربلاء لو ما ادري امان هنا ما اجي. صح لو غلط؟ وهاي شوف نجف وبغداد كلها جاي تجي. العالم تحب تغير لانه نفسيتها تعبت، ذيك السنين هذتنا صراحه واحد يحكي. والحمد لله وان شاء الله الامان موجود. اكيد يحبون يغيرون لانه اللي كانوا يسمعون عن الانبار مو الصوره الحقيقيه، اليوم شفتوا الصوره الحقيقيه اليوم بالانبار. نعم شفنا لا خير من الله، يعني امانه قلت لك كل الزين، فرق هواي من ذيك السنين. حياكم الله وشكرا جزيلا وكل عام وانتم بخير. كل عام وانتم بالف خير، موفقين ان شاء الله. شكرا جزيلا. خليكم ويانا مشاهدينا الكرام، اليوم احنا نرصد لكم اجواء العوائل العراقيه هنا بالمدينه السياحيه، وراح نبقى متواصلين وياكم الى حين نشوف الفرحه هنا على ساحل المدينه السياحيه. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى نهاية هذه الجولة الخاصة من على شاشة قناة الفلوجة الفضائية في تغطية أجواء العيد هنا من على ساحل المدينة السياحية في الحبانية. كانت أجواء ممتعة مع عوائلنا العراقية ومع الشباب هنا في هذا المكان، رصدنا لكم أجواء العيد وفي هذه التغطية، ورصدنا فرحة الأهالي وفرحة السياح هنا في محافظة الأنبار. نلتقيكم في جولات أخرى، إلى اللقاء.